صباحكم عن جديد. بفقرتنا الطبية اليوم حنروح شوي للشق التجميلي لنحكي عن موضوع أكيد بتسأل عنه أغلب السيدات وبتحب تعرف تفاصيله، خاصة مع التقدم بالسن وظهور علامات العمر يلي هو أكيد شد الوجه والعنق. تماماً يا ماري، ومو أي شد، فهي التقنية اللي رح نحكي عنها اليوم اسمها الوجه الهوليودي. طبعاً رح نعرف كل تفاصيلها مع ضيفنا يلي صار معنا بالاستديو الدكتور شادي رحمة الاختصاصي بالجراحة التجميلية من باريس. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. خلينا نحكي أكثر عن عملية شد الوجه، وخلينا نفسر أكثر جملة دائماً بنسمعها: شد وجه الممثلات والمشاهير. تمام. هلأ ماري، الحقيقة هي شد الوجه يعني حاليا ما عاد في شيء اسمه شد وجه صرف أو شد وجه فقط. صار في مجموعة من الإجراءات اللي بنعملها أو مجموعة من التكنيكات الجراحية اللي بنعملها بحيث أنه تناسب كل وجه على حدة. يعني على سبيل المثال، نحن منقسم الفئات العمرية الحقيقة لثلاث أقسام. أول قسم هو الصبايا الصغار اللي بين 25 والخمسة وثلاثين. الحقيقة هدول نحن بنعملهم الشيء الخفيف اللي هو أقرب ما يكون للوقاية أكثر من العلاج أو أكثر من العمل الجراحي. يعني على سبيل المثال نبلش معهم إذا كان في عنا تجاعيد بمنطقة الجبين، بوتوكس، شوية فيلر، تحديد الكونتور تبع الوجه أو إعطاء تضاريس للوجه عن طريق الفيلر أو الشحوم الذاتية اللي بناخدها من نفس الجسم. بالإضافة لإجراءات الوقاية مثل الميزوتيرابي. هلأ بنصعد للفئة الثانية اللي هي بين 35 والخمسة وأربعين أو الخمسين. الحقيقة هون بقى شوية نتداخل جراحيا أكثر، يعني بيصير في عنا شد الوجه جزئي. أحيانا بتلاقي كتير صبايا ما عندهم مشكلة برقبتهم، ما عندهم دبلة شين أو ما عندهم ترهل بالعنق، عندهم بس شوية هبوط بكراسي الخدود. فهون نحن نلجأ لشد الوجه الجزئي، يعني بس نسحب لهم كراسي الخدود، والحقيقة ممكن كثير تكون بإجراء موضعي. أما إذا انتقلنا للفئة الأعلى اللي هي فوق الخمسة وخمسين سنة أو فوق الخمسين سنة، فلازم نحن بهالحالة نعمل شد الوجه الكامل أو شد الوجه الهوليودي مثل ما تفضلت نور قبل تحت الهواء، اللي هو مجموعة من الإجراءات اللي ممكن نلخصها بثلاث شغلات أساسية. هي شد الوجه الأفقي اللي عطول نحن بنعمله، هو الوجه الكلاسيكي. بالإضافة إنه المركب العمودي، يعني دائما نحن بنعمل شق من تحت الأهداب مباشرة وبنرفع بخيوط مثل ما تفضلتي، عند اطلاع واسع صار نور. نرفع. أنا بحب أحضر العمليات، برافو عليكي. يعني بحب أحضر متابعة التكنيك. صحيح، هلا هيك لازم. أنا بتمنى إنه كل النساء وكل الصبايا أي واحد يحضروا على إجراء. يحضروا الشيء العلمي مشان بس يحطوا شيء ببالهم، يكونوا عارفين لوين رايحين. أحسن ما يسمعوا للسوشيال ميديا أو للتسويق التجاري والقال. طبعاً لأنه كتير بيتوهوا حالهم وممكن يعني يظلموا بحق نفسهم. يعني بس الصبية، لو أنا بنخرج شوي عن الموضوع، لو الصبية مثلاً سمعت من جارتها أو رفيقتها أو على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعاً هذا اللي بيعطي نتائج سيئة للعمليات، لأنه هي بتكون رايحة باتجاه معين ومقتنعة فيه هو اتجاه ما نوع علمي أو اتجاه هو مو لازم. فإذا رجعنا للشد الوجه الهوليودي، هو عبارة عن ثلاث مركبات: شد الوجه الأفقي، شد الوجه العمودي نرفع فيه كراسي الخدود، بالإضافة للجبهة الكتير مهمة اللي هلأ حكيتي فيها نور، إنه نحن بنعمل ثلاث ثقوب ومنفوت بأداة معينة وبنعمل تهشيم أو خلخلة لمنطقة العضلة الجبهية، وبالتالي نحن بنرفع الحواجب ومنخفي التجاعيد، لأنه بنفصل الجبهة، جلد الجبهة عن العضلات. صحيح؟ بننزل تحت عضلة الجبهة على السمحاق، بنسميه نحن سمحاق العظم، لحتى نشد لحتى نشد الجلد والعضلات بنفس الوقت ونعمل تهشيم للعضلات، لأنه مسؤول عن تجاعيد الزورة أو تجاعيد العضلات أو تجاعيد الجبهة هي حركة العضلات. فنحن إذا نحن شلينا العضلات أو رخيناها على الأقل مؤقتا، فبنقدر نعمل الجبهة الملساء أو الجبهة اللي بدون تجاعيد، وبنرفع الحواجب مثل ما تفضلتي نور، سواء برفع عمودي أو ممكن نرفعها باتجاه المائل. طبعا بشد الوجه الهوليودي ممكن احنا نتدخل بحسب الوجه، يعني مثلا في كتير ناس او صبايا عندهم الخدود اللي غايرين، ممكن احنا نزرع شحم تحت العضلات بهالحاله. ممكن يكون كراسي الخدود مسطحه، ممكن نحط بروتيزات، ممكن نعرض الحنك، ممكن نضيق الحنك عن طريق حف العظم. واللي يعني عنده لغلوغ، طبعا هاللغلوغ هذا بحث اخر، يعني هو 50% هلا في يعني لغلوغ، يعني نفوت نعمل كل شيء لغلوغ ما بدي اشوف. يعني طبعا اللغلوغ له تكنيك، تكنيكات. هل هي صبيه صغيره بس عندها اياه شحم،
هل هو ناتج عن الحجاب على سبيل المثال؟ في كثير نساء محجبات بتلاقي عندهم كميه من الشحم، فهون احنا بس بنقيم الشحم كافي بالليزر، بنعمل ثقب بندوب الشحم كافي، او انه في عندنا مثلا عند الكبار بالعمر بتلاقي في عندنا ترهل وفي عندنا العضله بشكل حرف سبعه، فهون احنا ملزمين انه نعمل شفط للشحم وبنقرب الحافتين العضلتين، فما بيعود عندنا سبعه، بيعود عندنا بتصير الرقبه ممشوقه او ملساء. يعني الدبل تشين في عندنا عده حركات وهي كلها تخدير موضعي، شغله نص ساعه زمان. ما في شيء استئصال من الجلد بالدبل تشين اللي بالحالات المتقدمه؟ بالحالات كثير متقدمه اللي فيها كثير ترهل بنعمل نحن شق اللي هو نفس شق شد الوجه خلف الاذن، وبنشد الرقبه بهالاتجاه هذا، وكل شيء جلد زايد بناخذه او بناكله من وراء الاذن. هلا معلومكم شد الوجه العادي او التقليدي هو شق ببلش من داخل الشعر بشكل زاويه قائمه وبينزل على حافه الاذن الاماميه وبرد بيفتل لنشد العنق معه. بهالحاله احنا ممكن نفصل، يعني ليش قلت انا باول شيء انه احنا شو عندنا، شو الحاله اللي عندنا؟ هل هو ترهل جلد الوجه على الحل؟ فنحن بنكتفي بجرح بمقدمه الاذن. هل هو وجه ودقن؟ وهي هي غالبا ما تصير. شق بيكون شق متكامل مخفي، مصمم ليكون مخفي ضمن الطية الطبيعية الموجودة ضمن الإذن. تماما. طيب عملية شد الوجه الهوليوجي ممكن نشاركها مع عمليات أخرى من تكبير، تصغير، شفط، شد، ولا لا لازم تكون لحالة؟ لا، هو نور غالبا نحن منشاركها، وغالبا نحن يعني منحرقص حتى ما نشاركها، يعني بمعنى آخر، يعني مثلا امبارح على سبيل المثال فاتت لعندي ست على العيادة بدها تعمل شد وجه، طبعا هي شايفة وجهها فقط مترهل، لكن أنا الحقيقة كنظرة خبير أو كنظرة موسوس إذا بتحبي، أنا قلت لها أنه لا، أنا شفت عيونك قبل ما أشوف وشك، يعني عيونها عندها درجة من الترهل بحيث أنه هي مغطية الساحة الجانبية، بالإضافة أنه عندها هالة سودة كتير غامقة. فقلت لها لا، الأولوية بالنسبة لعيونك، لأنه هن أضر من وجهك. لكن طب ما فينا نعملها؟ طبعا إجباري دائما نحن بنعملها، يعني حتى نحن لو بنضحي شوي بشوية وقت وشوية تعب بنعملها، لأنه بتعطي شيء متناسق أكثر. هلا بالاضافه انه احيانا كثير على سبيل المثال مرضى جراحه البدانه بيجي عندهم ترهل وجه، ترهل ثدي، ترهل بطن، هذول كله ممكن نقوم فيهم بنفس الوجه بنفس الوقت بنفس العمل الجراحي، لانه مو دائما احنا بنقدر ناخذ قرار الجراحه، وممكن ودائما فايتين على تخدير عام وصحتنا بتسمح، يعني نحن اذا اخرنا العمليه 10 سنين بجوز لا سمح الله يصير عندنا سكري، يصير عندنا ضغط، نصير نتردد شوي ونفوت على عمليه تجميل، لكن طالما صحتنا بتسمح وامكانياتنا بتسمح نستغل الوقت، والدكتور خبير بنفس الوقت كمان بدها دكتور خبير يقدر يقيم الحاله اللي قدامه هل هي بتصلح لعده امور او لا. لكن انا بطمنكم انه دائما نحن بنرفق هالعمليات سواء تكبير ثدي، شفط شحم، تجميل انف، كل العمليات التجميليه ممكن نحن نجمعها مع بعضها اذا كانت صحه المريضه وشروطها بتسمح. تمام. خلينا نحكي شوي عن الخيوط يلي عم بتكون بالوجه والرقبة والأجهزة يلي عم يتم استخدامها بهي العملية، هو خيط واحد بيكون لكل العمليات ولا نحن ممكن من مريضة لمريضة يختلف معنا؟ أكيد طبعا. أنت سألتي الشخص الغلط، لأنه نحن جراحين تجميل دائما يعني ما عندنا ثقة بهالإجراءات هي البسيطة، لأنه دائما الإجراء التجميلي البسيط بيعطي نتيجة بسيطة. هي وسائل، هي شغلات كثير موجودة على السوشيال ميديا وهي دائما شغلات تجارية، يعني بتقول لك مثلا جهاز بنادي الرياضة أو جهاز بمركز التجميل، دائما إذا كان في عندنا ترهل يعني بكل بساطة الحل جراحي حصرا، لأنه في عندنا زيادة جلدية، إذا كان في عندنا وجه مسطح بدنا نعمل فيه تضاريس، بدنا حجم، فدائما نحن بنلجأ للشحم أو لشد الوجه. هالشغلات هي البسيطة مثل الخيوط مثل الليزر، هي شغلات كثير بسيطة ما بتعطي نتيجة أكثر من 2-3%. فأنا برأيي الشخصي وبشكل جراح تجميل حرام الست أو الصبية تضيع وقتها وتضيع فلوسها بهدول الإجراءات. هدول الإجراءات ما بنساويهم غير إذا ما بنقدر نعمل جراحة لأسباب عديدة. تماما. يعني دائما الديمومة بتكون طبعا هي أم الحلول، الجراحة هي أم الحلول دائما. تماما. هلا الترهل دائما الحالة والوضع هو يعني بيقرأ نفسه، ما في داعي لحتى أنه نستشير. طيب رح نحكي عن نقطة كتير مهمة، هذا الإجراء من بعد القيام فيه دائما نسأل استشفاء، المشدات، الزرع، الندبات، مزبوط، كل هدول القصص خبرنا عنه. طبعا دائما شد الوجه والعنق يعني باقصى مراحله اللي هو حكينا فيه الوجه محتاج مشدات. طبعا شد الوجه لا ما محتاج مشدات، لكن محتاج ضماد دائري بيجي بشكل كاسك بدون شغله اسبوع زمان، يعني عباره عن شاش وقطن مو اكثر، ما بدها مشدات.
هو عبارة عن إجراء يجرى إما تخدير موضعي أو تخدير عام بحسب درجة شد الوجه. هل هو شد وجه جزئي؟ ممكن نساوي موضعي، خلينا نقول شد وجه كامل. فهو دائما بيصير تخدير عام، ممكن يصير سيديشن أو تركين، لكن الجراح بيقدر يبدع أكثر إذا كان تخدير عام، لأنه ممكن إحنا نشد العضلات، ممكن نزرع شحم، ممكن نجرف مواد مالئة إذا في مواد مالئة سابقة. فتخدير عام لا يزيد فترته عن ساعتين. طبعا هو إجراء غير مؤلم غير مزرق، كل ما في الأمر في نفخة بسيطة. هالنفخة البسيطة هي مثل واحد عمل قلع لدرس العقل، في وزمة إجباري. أي عمل جراحي في وزمة، إذا وقع الواحد في وزمة، إذا تعرض لشمس المسبح في وزمة. هالوزمة بتروح خلال أسبوع نهائيا وتدريجيا. طبعا بتقدر المريضة تمارس نشاطها أو شغلة بعد 3 أيام من العملية. يعني عندنا يوم العملية، يوم راحة بعده، ثالث يوم ممكن تنزل بشكل اضطراري، ورابع يوم تنزل بشكل اعتيادي. ممكن تروح تسهر بمطعم على سبيل المثال إذا في شيء ضروري أو في عرس قريب. يعني عملية شد الوجه غير معطلة غير لفترة 4 أيام فقط. تمام. إذا كانت السيدة حاقنة شيء بوجهها قبل، شو ممكن نعمل؟ من دوب لها ياهن بعدين هي بتعمل هاي العملية، ولا يمكن نحن مع العملية نحن؟ طبعا دائما دائما بموضوع المواد المالئة، يعني مثل ما قلنا أم الحلول وآخر الحلول هي شد الوجه. تمام. مو شد الوجه لشد الوجه فقط، وإنما نحن شد الوجه جرح شد الوجه بنستفيد منه إنه نحن نفصل طبقات الوجه عن بعضها ونشوف المادة المالئة وين محقونة تماما. تمام. يعني إذا كانت تحت الجلد دائما نحن منجرف هالمواد منفرغها بشكل كتير موثوق، لأنه أنا بشوف المادة قدامي بعيوني بقدر قيمة كلياتها بدون ما ضر البنى المحيطة فيها. وبعد نهاية العملية نحن نحقن مواد ونغسل بحيث أنه الوجه أو أنسجة الوجه ترجع لماهيتها الطبيعية أو ماهيتها الأصلية، بحيث أنه نزيد آثار المواد المالئة تماما. لكن نحن كتير بنسمع كمان انه ممكن نزيل المواد المالئه من برا عن طريق ابره، عن طريق التفريغ، ممكن عن طريق من جوا، عن طريق التم. لكن كل هالطرق هي طرق بالنهايه غير فعاله. ليش فعاله؟ بشكل مؤقت، لانه نحن الجراح بيكون عم يفوت بشكل اعمى، يعني بس يكون بيفوت بابره ما انه عم يشوف وين المواد المالئه كلها، وين بتجي الابره، ممكن متسربه لاماكن ثانيه. تماما. وين بتجي الابره وفي تجمع سائل بيشفطهم او بيسحبهم، لكن بيكون في 90% من المواد المالئه موجوده بمناطق اخرى. بالاضافه طريقه التفريغ من داخل التم في بنى تشريحيه مهمه اللي هي العصب الوجهي، القناه اللعابيه، هي ممكن تنضرب اثناء المدخل الاعمى او الدخول الاعمى، لانه نحن عم نفوت ما عم نشوف شيء. فلذلك افضل حل هو الجرح التقليدي تبع شد الوجه اللي ممكن نستفيد من نفس الوقت نجرف المواد المالئه او نعمل شد الوجه، لانه احنا بس نفرغ المواد المالئه بدها تنقص الحجوم، بدنا تعويض. لذلك نحن بس نسحب، بس نرجع نحن الوجه لطبيعته الاولى ونسحبه او نشده، بنرجع البنى التشريحيه لمحلها. فما في حاجه نهائيا لانه نحقن مواد اضافيه مثل الشحم. يعني هذا السؤال دائما بنساله نور، انه نحن بعد شد الوجه ممكن نحن نحقن شحم او لازم نحقن شحم؟ دائما شحم الوجه بنفس الوقت غير منصوح فيه، لانه نحن بس عم نفصل انسجه الوجه عن بعضها. الشحوم بتنزل، اول شيء استراحه في وزمه، ثاني شيء بتنزل، يعني بنحطها هون بتلاقيها بعد شهر هون. ليش؟ لانه ما في حيز يقعد فيه المواد المحقونه بعد ما تم التنظيف. لذلك نحن الشيء المفيد جدا هو نعمل تجريف المواد المالئه بنفس العمليه اللي بنجري فيها او بنفس تكنيك شد الوجه والعنق. شد الوجه الهوليودي فعلا معلومات كثير مهمه اخذناها منك دكتور. يعني ان شاء الله هيك الستات اللي عم يحضرونا فعلا يكونوا استفادوا منها. ان شاء الله. يسعد صباحك. شكرا لك. يسعد صباحكم. شكرا.